ومشايخ وأساتذة الدعوة السلفية، حزب الحرية والعدالة، أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أهل الجيزة الكرام، الدعاة، المحافظة بكل من فيها، المدينة، الجيزة، الدقي، المهندسين، بين السرايات وإمبابة وأبو أتاتة، والوراء والكتكات وأكتوبر وأسيم والعياط ونهية وكرداسة والحوامدية والبدرشين والصف وأطفيح والواحات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بحدود كبيرة. إخواني وأخواتي، أحبائي، أبنائي، بناتي، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أراه الآن ونحن نقف في هذا المكان، كم أتوق إلى هذا المكان وأتذكر فيه صبايا وشبابي على بعد خطوات في هذا المبنى في كلية الهندسة، في هذا المكان وقبة الجامعة أمامنا وكوبري الجامعة خلفنا، الأرمان وجنينة الحيوانات، المعلم الرئيسي لمصر العلم والتطور والنهضة منذ 1806، 21 ديسمبر 1806 عندما افتتحت جامعة القاهرة، وفي عام 72 قبل الحرب 73 ومظاهرات الطلبة واحنا واقفين هنا، وكان ساعتها الامن بيضربنا من على الكوبري بمدافع الهاون بقذائف القنابل المسيلة للدموع. تاريخ هذا المكان وهؤلاء الاحباب وهذه الوجوه الطيبة وهؤلاء القادة وهذه الكلمات، كل ذلك عندما استحضره واراه يثقل ظهري واشفق به على نفسي واستشعر ضعفا امام ربي، واقول يا رب بهذا الجمع وهؤلاء الرجال وهذه الجماعة وهذا المنهج وهذا العون منك، ثم من هؤلاء، أيمكن أن نكون نحن؟ إن شاء الله نكون. لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. لما صدر دستور 23 وكان فيه الشريعة الإسلامية وفرح المصريون بالدستور لأن الدستور معناه اتفاق، معناه تقدم الأمة في مفهوم الاتفاق، الناس، الشعب، الأمة تتفق على قواعد كلية تحترمها حتى يكون هناك نظام. لما المصريين فرحوا بالدستور
ولأنهم كانوا يحبون الإسلام بفطرتهم وأرادوا أن ينزلوا هذا الدستور منزلة عظيمة، قالوا الدستور قرآننا، كأن الدستور حاجة عظيمة جدا يعني. لكن الإمام البنا رحمة الله عليه قال لهم لا، بل القرآن دستورنا، بل القرآن دستورنا كان وسيبقى، سيظل القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وفوق كل ذلك الله غايتنا، سواء كان الكلام عن الشريعة الإسلامية على الإطلاق أو عن مبادئ الشريعة الإسلامية بمفهوم الإحكام وليس الأحكام، فإن الأصل في الموضوع هو المعنى بعد المبنى هو التطبيق. فهل نحن حقا قادرون على أن نطبق؟ نعم يا رب، لبيك يا رب. هذا عهد مع ربنا في رقابنا جميعا، إن كان سبحانه وتعالى قد قرر لنا وقيض لهذه الأمة وأبرم لها بفضله وكرمه وجوده وحوله وقوته وطوله، إن كان قرر لها أمر رشد وأبرم لها بحكمته أن نكون نحن هذا الجيل بهذا المشروع بعد هذا الجهد القليل عند ربنا الذي بذل فيه الرجال دماءهم وأرواحهم وبذلت فيه النساء أعراضهن وبذل فيه الوطن الكثير. كم دفن الأحياء في الرمال وكم علق الرجال على المشانق، فما لانت لهم قناة وما ترخصوا وما تراجعوا. أقول لإخواني جميعا الذين أحيانا تشغلهم في الحوارات بعض الكلمات وربما بعضهم، وأقول ذلك إشفاقا عليه، لا يدري حقيقة مدلول الكلمات القانونية. أقول لهم جميعا من أجل الشريعة الإسلامية، كان ما كان، من أجل الشريعة الإسلامية حورب الرجال وضيقت عليهم الأبواب وغلقت عليهم السجون. أتأتون اليوم لتزايدون عليهم على دمائهم؟ هؤلاء دماؤهم في رقابنا، إنما ضحوا ولا نزكيهم على الله، والله حسيبهم. لماذا أطلقت الرصاصات الغادرة قريبا من هنا في شارع رمسيس على الإمام حسن البنا؟ أمن أجل صلاته فقط؟ أمن أجل صيامه فقط؟ أم من أجل ما قال وفعل وتحرك وكون الرجال على ذلك؟ من أجل المعنى الشامل والمنهج الكامل للإسلام الذي به انقام عليه الرجال وحملته معهن النساء والأمة به قامت، فتح الله عليهم به
ومكن لهم به وأكرمهم في دنياهم وقبل منهم جهادهم وأثابهم به خيرا في أخراهم. إذن الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة، ولا خير في هذه الأمة، ولا خير لهذه الأمة، لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بالشريعة الإسلامية. أعاهد الله، أعاهد الله وأعاهدكم جميعا بغض النظر عن المكتوب أو النص، وإن كان النص سيكون إن شاء الله معبرا حقيقيا باتفاق الشعب المصري، العلماء، أهل القانون والدستور، أبشروا واطمئنوا، فإن هذا الشعب لن يرضى عن مكتوب لا يعبر عن حقيقة ومعنى ومبنى الشريعة الإسلامية نصا وتطبيقا وبرنامجا، لن يرضى بغير ذلك. هذا عهد علينا، أعاهد ربي ثم أعاهدكم على أن يكون التطبيق إن اختار ربنا لهذه الأمة هذا المشروع بكم بنا جميعا، أعاهد الله أن يكون المكتوب وأن يكون التطبيق المبنى والمعنى أن يكون بما يرضي الله وبما يرضى عنه الله وبما يقرره تفسيرا وتطبيقا وتحولا حقيقيا أهل الحل والعقد. وأنا أتعجب للبعض الذي لا يعرف، وقد تم بالفعل في أواخر 79 تقنين الشريعة الإسلامية في كتاب قد كده موجود في مجلس الشعب، لكن مع كل أسف البعض ما يعرفش، وكان فيه رجال الأمة كلهم، الأزهر والأوقاف والوزراء والأساتذة والدستور وأهل القانون كلهم. هذا الكتاب موجود وقننت فيه كل القوانين لتكون هذه عنوانها في الكتاب اللي موجود من أكثر من 30 سنة، 33 سنة، ولكنه لم يخرج من أدراج لجان المجلس إلى الجلسة العامة ليعتمد لأسباب حينئذ رآها مبارك رئيس العصابة المجرمة، فوضع الكتاب في الأدراج وهو موجود الآن. فقد تم التقنين، ومن يريد أن يعرف فعليه أن يأتينا لنعطيه نسخة. هكذا نفعل حتى مع الأجانب لنقول لهم هذه مصر بكل ألوان طيفها بلجانها التي وضعت وقننت الشريعة الإسلامية. لا نحتاج إلى جهد كبير في الصياغة، فهي جاهزة. المهم هي الإرادة، المهم هو التطبيق، المهم هو العمل، المهم هو التضحية بعد العمل، المهم هو استمرار العمل. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأحباب الكرام، السيدات والسادة، نقف هنا في هذا المكان، ننظر خلفنا في تاريخ هذا المكان الطيب، ونرفع واقع الأمة التي نعيش فيه الآن، ونعيش آمالا كبيرة للثورة العظيمة التي أيضا بيد الله وإرادة الله خرجت ثم نمت ثم تحركت، وهي الآن تستكمل أشواطها إلى منتهاها برعاية الله عز وجل.